إذا شئت النجاة فزر حسينا يا 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 لكي تلقى الإله قرير عيني فليس تمس النار جسما يا 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 عليه غبار زوار الحسين السلام عليك يا يا أبا عبد الله السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثار والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حليت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا يا 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 ما بقيت وبقي الليل يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظم يا 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 مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة أن قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم برئت إلى الله وإليكم منه ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة
فلعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجان، ولعن الله عمر بن ساعد، ولعن الله شمرا وحسينا وغريبا. رحم الله من نادى وحسينا يا وغريبا. ولعن الله أمتين أسرجت وألجمت وتنقبت لقتال بأبي أنت وأمي، لقد حظم مصابي بي. فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله سيدي ومولاي، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاته وبالبراءة ممن قاتل ونصب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم، وأبرأوا إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم. برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. سيدي ومولاي، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن وآلاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة
وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد ابن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. ويوم عاشوراء يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن من والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتلك. اللهم العنهم جميعا الكل. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حليت بفنائك. عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. السلام على الحسين. السلام على وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين
وعلى أصحاب الحسين، وسلاما خاص إلى سيدي ومولاي ساقي عطاشا كربلاء أبي الفضل العباس وأم المصائب زينب. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسين صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.